بعد مرور أكثر من شهرين على توقف التحقيق في جريمة المرفأ، لا تزال يد المحقق العدلي مكفوفة عن الملف بفعل 26 طلبا ودعوى قضائية لمنع البيطار من استكمال عمله. وبينما يضغط الأهالي من أجل تفعيل الإسراع في تعيينات محكمة التمييز، برز قرار قضائي جديد صدر عن المحامي العام التمييزي القاضي عماد أبلان، وقضى بنقل المدير العام السابق للجمارك بدري ظاهر الموقوف منذ 7 آب عام 2020 من سجن الريحانية إلى مركز توقيف جديد في المديرية العامة لأمن الدولة مركز حماية الشخصيات في ساحة العبد في بيروت. وقد علم أن مركز التوقيف هو عبارة عن أحد المكاتب في المقر تم تجهيزه في وقت سابق بجميع وسائل الراحة. قرار قبلان استفز عددا من أهالي الموقوفين الذين هم بصدد التحرك لتحسين ظروف اعتقال موقوفيهم على غرار بدري ظاهر. أنا أخته لمحمد المولى انسجن بعد 20 يوم من الحادثة الفاجعة، ومن وقتها لليوم طلبنا كتير إخلاء السبيل، طلبنا كتير، ناشدنا المعنيين القضاة بكلمة طولوا بالكم، بدها وقت وبدها وخيك بريء. نحن بإذن الله خيي بريء، لأنه خيي سنة 2014 وقت وصلت الباخرة كرئيس مينا، هو رئيس المرفأ، أعطى كشف على الباخرة وعطى بيان فيها تقرير خطي انه هيدي الباخرة يوجد فيها حمولة خطرة، تم وقت طويل ما كشفوا عليها، صار يعني يجب اخلاء محيط الباخرة فورا. وهون وقف البيان اللي قاله خيي، وقفت صلاحيته هون، صار الانفجار، حقق معه اول مرة ورجع على بيته بعد 20 يوم طلبوا كلهم للتحقيق وتم اعتقاله مع الموجودين، يعني مع مديره ومع الموجودين كانوا، وتم اعتقاله على انه ننتظر الحكم القضائي، وبعدنا ناطرين. لا صار في حكم قضائي ولا صار في اي شيء حدا يجي يحقق معهم، لا في تحقيق، لا القاضي عم بيحقق معهم ولا حدا عم بيسال فيهم. صحته عم تدهور، يعني بحالة مزرية خيي. وين موقوف هلا؟ موقوف على العدلية تحت الأرض، معروفة إنه هنيك بالعدلية. في ضوء إنه ينحكى بملفاتهم هالموقوفين، بس أنا عم بطلب وعم ناشد إنه يتحاكموا بكفة وحدة، يتحاكموا بكفة وحدة، مش هيدا ابن فلان ولا هيدا تابع لفلان، نحن مش تابعين لحدا. إشارة إلى أنه في وقت سابق نقل عبد الحفيظ القيسي إلى مركز توقيف في فصيلة الرمل البيضاء، بينما رد المحقق العدلي طلبات تخلية سبيل عدد من الموظفين في مرفأ بيروت وأبقاهم قيد التوقيف.